فارق كبير في الوضع الخدمي يلمسه أهالي منطقة شاكر العاني بعد إنجاز نسب متقدمة من الأعمال البلدية من قبل فريق الجهد الخدمي والهندسي التابع لرئاسة الوزراء. أهالي المنطقة أكدوا أن الحملة الخدمية أنهت معاناتهم الطويلة من سوء الخدمات وخاصة في موسم الشتاء. كانت معاناتنا صعبة صيف وشتاء طبعا. بالشتاء المطر والطين، عندنا المي، كان المي على التجاوزات احنا، وهسه الحمد لله والشكر رتبوها والاصوليه صارت الشوارع التبليط، نقضونا من هاي المعاناه والله يبارك بيهم ان شاء الله. صار لنا 20 سنه ما حد واصلنا ولا واحد واجانا، وكيبل ما الكهرباء ينقطع ما حد يجينا. هسه ما شاء الله كهرباء جديده، محولات جديده، عواميد كلها مدوها وسلكوها كلها كامله، مجاري كامله مدوها هي كامله، يعني كلها ما شاء الله من الصبح للليل يشتغلون ابو المجاري وابو الكهرباء وابو الحشد، كلها كامله. ورغم موجه الامطار التي شهدتها العاصمه الا ان اعمال التهيئه لم تتوقف، اذ جهز الفريق الخدمي المواد الاساسيه لاستئناف العمل فور تحسن الظروف الجويه. بالسابق كنا نعاني معاناه كلش كبيره، لان يعني المنطقه تفتقر الى الخدمات، تفتقر الى ابسط الخدمات. والطيانة موجودة في كل المنطقة، والأطفال يطلعون بصعوبة يروحون للمدارس، لكن هسه بفضل الله وجهود دولة رئيس الوزراء جهد مكثف ورفعوا من معاناة المنطقة. ومع توسع رقعة الأعمال في المناطق المحرومة، يؤكد الفريق الخدمي أن المشاريع ستشمل البنى التحتية والفوقية لإنهاء معاناة الأهالي التي دامت طوال السنوات الماضية. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.